النهارده طبعا كانت في ندوه مهمه جدا مع وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، وشرح فيها المجهود العظيم اللي قامت به الدوله في الفتره السابقه والفتره الحاليه، وكان في مقارنه كمان 2014 او ما قبل 2014 والان. طبعا المقارنه يعني اظهرت حاجات كثيره جدا، كان في مشاكل كثيره، وكانت الطاقه الكهربائيه في 2014 كانت غير كافيه حتى للاستخدام الدوله المصريه اذا كانت مصانع او غيره. الان 2023 اصبحت الطاقه زياده عن الموجود، فبالتالي ان انا بدا يعمل ربط كهربي بين دول اخرى، بدا نصدر كهرباء. ده معنى ذلك ده مجهود عظيم قامت به الدوله المصريه. وفي الاهم من ده كله تنوع كمان الطاقه، ولكن مش طاقه اللي هي بالوقود او بالغاز، اصبحت في طاقه متجدده، في طاقه رياح موجوده، في طاقه شمسيه في بنبان اكبر المحطات الطاقه الشمسيه الموجوده، في طاقات اخرى. طاقه النهارده اتكلم على الهيدروجين وهيدروجين الاخضر والهيدروجين الازرق، وشرح يعني ايه هيدروجين رمادي وهيدروجين اخضر وهيدروجين ازرق، وده المستقبل، وازاي ان انت استخدام كمان الهيدروجين الاخضر كوقود للسيارات. دي طبعا طفره كبيره جدا في الاعوام القادمه ان شاء الله باذن الله. وقارن بين الوقود ده، اذا كان وقود كهرباء للعربيات مثلا ككهرباء، او وقود للهيدروجين طبعا ارخص بكثير ان شاء الله في السابق. يعني حاجات كثيره النهارده، في فوائد كثيره، ده ان دل عن شيء، ان دل ان في هذا القطاع اللي هو قطاع الكهرباء الدولة المصرية قامت بمجهود عظيم زي قطاعات أخرى. ولكن حضراتكم تعلموا أن الكهرباء هي مفتاح التنمية، كصحف قومية لها إطار وهو إطار الدولة المصرية، وإن إحنا دي من إحدى أدوار الهيئة الوطنية للصحافة، إن إحنا بنيجي بزيارة للوزراء، بيجوا هنا يعملوا ندوات عشان توضيح المعلومات، تكون المعلومة موثقة. النهارده في البرزنتيشن في معلومات موثقة كثيرة جدا بقت تحت إيد الصحفي، بدل ما يجتهد، لا أنا هو عنده المعلومة الصحيحة اللي موجودة. فأعتقد ده دور من أدوارنا، وأعتقد الرسالة وصلت لجميع الصحفيين، ويقول اللي هو موجود، الحقيقة الموجودة. احنا مش عايزين ولا مجاملة ولا أي حاجة، احنا عايزين الحقيقة المجردة اللي هي تصل. احنا طبعا بنظهر أي إشاعات وأي تكذيب، وانت كدولة مصرية مستهدفة من الإشاعات ومن كم الإشاعات، ولكن احنا بنواجه الإشاعات بالشغل، ان احنا نشتغل، وان احنا كل يوم نعمل مشروع. ويمكن الفترات دي كلها شفت المشاريع اللي كل يومين في مشروع جديد، ده هو ده الرد الطبيعي على الاشاعات، وليس انك انت كل شويه هتتكلم لا، الرد الطبيعي هو الشغل، وهو انك انت تفتتح النهارده مصنع، تفتتح افدنا للقمح او غيره، انك انت توصل لاكتفاء ذاتي من سلع غذائيه كثيره جدا، هو ده الرد العملي على اي شائعات، وليس رد بالكلام فقط. انت وصلت دلوقتي لاكتفاء ذاتي، يعني حتى بالمشاريع الجديده، ده تم حساب مشاريع جديده، ده زيادات، تمام، ده طاقه زياده. الطاقه الزياده ده هي انت لازم تصدرها على اساس ان هو يجي لك عائد. فانت زي ما هو سياده الوزير قال ان في ربط بين مصر وبين الاردن، في ربط بين مصر وبين ليبيا، في ربط بين مصر وبين السودان، في تبادل برضو بيننا وبين السعوديه، في مستقبلا ربط بين مصر وبين اوروبا عن طريق ايطاليا، وفي ربط برضو بين مصر وبين اليونان. ده كلها حاجه ما كانتش موجوده، دي امتى تكون موجوده؟ لما كنت عندك فائض. الفائض ده لازم انك انت تستفيد بيه، وده اللي عملته الدولة المصرية. مشكورة. ندوة النهاردة في تجميع أكبر عدد من الصحف القومية، سواء الفضائيات المصرية، يعني تجمع الإعلام كله سواء مرئي مسموع أو مشاهد، ده في حد ذاته يؤكد على دعم الدولة المصرية، لأن تواجدنا جميعا واستماعنا لكلمة وزير الكهرباء
السيد الوزير محمد شاكر. الحقيقة هو استعرض الكثير من النقاط وأهمها فائدة الهيدروجين الأخضر لمصر والتعاون مع سواء الجانب الأوروبي أو التعاون مع الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة أو التعاون المصري السعودي في مجال الربط الكهربائي وتعاون أيضاً مع دول زي ليبيا والسودان. كل دي يعني الحقيقة إنجازات تحسب للدولة المصرية إن إحنا بنسير إن شاء الله على الطريق القويم للفترة القادمة. طبعاً المشاريع العملاقة اللي بتتكلف كل هذه المليارات هي هدفها في الأول وفي الآخر يعني تبسيط إمكانيات توفير الكهرباء للمواطن المصري على المدى البعيد. يمكن ربما على 2050 سنجد أن الوضع بالنسبة لقطاع الكهرباء يختلف كثيراً عن ما هو عليه الآن. يعني إن شاء الله سنة 2050 هيكون التكلفة هتصل لدولار و30 إلى 3 دولار، فده يعتبر إن شاء الله إنجاز ربنا يقدر الدولة المصرية عليه في الفترة القادمة. هو المواطن مين اللي هيعمل له التوعية؟ الإعلام. وإذا كان الإعلام يفهم القضية من الألف للياء بكافة تفاصيلها لن يستطيع تقديم خدمة بها توعية للمواطن. فنحن اليوم إنجازنا هو الجلوس مع معالي الوزير، فهم لأكبر قدر ممكن من القضايا التي تمر بها وزارة الكهرباء من أجل أن ننقل هذه الرؤية للمواطن المصري ونحاول أن نفيده في هذا المجال. سيظل الإعلام المعادي ليس لديه ما يتشدق به إلا الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية الحمد لله إلى جوار كل هذه الدول التي تمر بمشاكل ونحن نمر بمشاكل أيضا، ولكن مصر الحمد لله بفضل رب العالمين ثم قيادتها ثم يعني الشعب أيضا كلنا حريصون على أن تسير مصر إن شاء الله في لبر الأمان قريبا بإذن الله. إحنا حريصين في الهيئة الوطنية للصحافة على استضافة كبار المسؤولين بشكل منتظم، وذلك في إطار دور الهيئة ومسؤوليتها عن الصحف القومية الموجودة في مصر. وجزء من هذه الاهتمامات أو جزء من هذه المسؤوليات هو أن احنا نربط ما بين الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وكبار المسؤولين في مصر ضمانا للحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية، وبالتالي تحسين الرسالة الإعلامية اللي بتقدمها اللي يقدمها زملائنا في المؤسسات الصحفية القومية. النهارده كنا بنستضيف معالي وزير الكهرباء، والكهرباء طبعا قطاع مهم جدا في مصر وهي أساس من أساسيات التنمية، وكلنا نعلم أن مصر كانت تعاني من نقص في إنتاج الكهرباء، والحمد لله خلال السنوات الماضية تمكنت الحكومة المصرية من إضافة قدرات كهربائية بكميات كبيرة جدا للدولة المصرية، وأصبح لدينا فائض الآن يمكن تصديره. من الحاجات المهمة جدا اللي قالها وزير الكهرباء الآن هو أن مصر تتقدم بخطى ثابتة على طريق أن تصبح من أهم الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم، والهيدروجين الأخضر كما تعلمون هو الذي يتم إنتاجه عبر مصادر لا ينتج عن هذا الإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، ودول الاتحاد الأوروبي حريصة على أن يكون إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون ضمن عمليات الإنتاج. وبالتالي فمصر ومن واقع حرصها على أن تكون مصدرا للهيدروجين الأخضر الذي لا علاقة لإنتاجه بإنتاج ثاني أكسيد الكربون ستكون قادرة على أن تصدر الطاقة النظيفة إلى أوروبا بكميات كبيرة
وبما يساهم في تحسين الاقتصاد المصري. وفقا لما قاله معالي وزير الكهرباء فإن في اهتمام كبير جدا من دول عديدة وشركات متعددة على إنتاج الكهرباء، على إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وباعتبار أن الطاقة المتجددة التي تساهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر متوفرة في مصر بكثرة زي الشمس وزي الرياح وخلافه، وده بيعكس أهمية مصر في هذا القطاع، وإلا لما فكرت كثير من الشركات الكبرى أن تقدم على إنتاج مثل هذا المنتج الهام في مصر باستثمارات تقريبية كما قيل في الندوة تقارب 50 مليار دولار. يعني هناك شركات ودول تفكر في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات إجماليها 50 مليار دولار. فده يؤكد بما لا شك فيه أن مصر تعد يعني مكانا مهما أو دولة مهمة في هذا الإطار، وكما قال الوزير انتظروا فترة تتراوح ما بين 4 و10 سنوات وستجدوا هذا القطاع في مصر قد نما بشكل يعني غير مسبوق وسيصبح من القطاعات المؤثرة في النمو الاقتصادي المصري. والله أنا رجل إعلامي وبشتغل صحفي، ولكني برضو لا أخفيكم أنني يعني لست راضيا بشكل كامل عما يقدمه الإعلام المصري من تقارير ومن موضوعات تعكس حجم التغيير الحقيقي الذي يحدث في مصر. أنا بعتقد أن يعني في مصر مئات أو ربما آلاف وعشرات الآلاف من المشروعات المهمة جدا التي تستحق أن نروي كيف تم إنشائها، كيف تم عملها، ويعني ما نراه في معظم الحالات هو المنتج النهائي. فإحنا نرى مثلا الصوبات الزراعية وقد اكتملت وهناك خضروات في الداخل، أو مزارع السمكية نرى الأسماك. لم يرى أحدا كيف يعني المجهود الكبير الذي بذل لكي نصل إلى هذه المرحلة. وأعتقد إن المراحل دي بتبقى مهمة جدا حتى يعلم المتلقي أو القارئ أو المشاهد حقيقة ما يحدث في مصر. يعني ليس هناك سحرا بمعنى أن يأتي شخص وبعصا سحرية تتحول الجنة الصحراء إلى جنة أو إلى يعني مناطق منتجة في يوم وليلة. لا، ده في عرق وفي جهد وفي ناس بتتعب وفي ناس بتنام في الخيام لغاية ما في الفترات الأولى لغاية ما يبقى ليها أماكن إقامة، وفي ناس بتواجه نقص في المية لغاية ما يعني أنا دي مش معلومات، ولكن أنا متخيل ومتأكد من وجود حاجات زي كده. لا، أي مشروعات في الصحراء لابد أن يواجه من يعمل فيها مثل هذه المشاكل، وبالتالي حين نتعرف عليها نشعر بحجم الإنجاز الحقيقي الذي يتجاوز بكثير ما نرى حين يعني يكون ما كل ما نراه هو المنتج النهائي للأمر. ما أدعو إليه زملائي، ما أدعو إليه نفسي أولا وزملائي في قطاعات الإعلام المختلفة، هو أن ننتبه يعني باهتمام أكبر لمشروعات التنمية في مصر، وأن نقدمها بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها، والذي بهدف ربط الشعب بهذه المشروعات، زي ما احنا نجحنا كده في ربط الشعب المصري بمشروع السد العالي من عشرات السنين. احنا عندنا كل يوم بتبني سد عالي في مصر دلوقتي، واعتقد ان احنا محتاجين في الاعلام ان احنا نتعامل مع هذا الامر بشكل افضل. وحتى اكون منصفا، فانا ادعو ايضا مسؤول الاعلام في الجهات الحكومية ان يدعموا ويساعدوا الاعلاميين بالمعلومات وبالصور وبالارقام، حتى يعني يتمكن الاعلاميون من تقديم الصورة الحقيقية، لان الموضوع له شقين. احنا كاعلاميين يجب ان احنا نشتغل، والمسؤولين عن المعلومات يعني في مؤسسات الدولة المختلفة مسؤولين عن انهم يقدموها لينا حتى تكون موضوعاتنا بشكل افضل.